عيش صباحك مع سامسونج جالكسي A مع مروان أدري وزهرة رامي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. انتوا بتسمعوا عيش صباحك مع مروان أدري وزهرة رامي ولسه مكملين معاكم، وزي ما قلنا لكم النهارده حلقه خاصه وضيفتنا كمان ضيفه مميزه جدا منورانا في الاستوديو، الفنانه الجميله جدا اللي هي ممثله معانا من وهي صغننه خالص، من عندها 10 سنين حتى الان، الفنانه دنيا عبد العزيز. صباح الخير يا دنيا. صباح النور. دنيا صباح الفل. صباح الفل. ازيك عامله ايه؟ انا كويسه. كله تمام؟ صوتي ما طلعش بس. لا والله لا تمام زي الفل. انت مطبقه يا عيني. لا بس تمام تمام متعوده ما تقلقش. اوكي طيب تمام. دنيا مصالح. مصالح. بهدلة انت جامد يا دنيا. نعمل ايه بقى في الاب الروحي. احكي لي عن اخر اعمالك ومشاركتك، ويعني بقى دلوقتي فيدباك بتاعك انت الشخصي لما تفرجي على نفسك ورد فعل الناس عندك، الحاجات دي كلها. هبتدي يعني باول حاجه تعرضت السيزن ده الاب الروحي. ايوه. لان الاب الروحي من الاعمال المهمه وغاليه عندي جدا. مسلسل كان لي خصوصية كبيرة بالنسبة لي، من الأعمال اللي بعملها أو الأعمال اللي عملها 60 عمل طويلة 60 حلقة مع مجموعة كبيرة جدا من النجوم. كلنا كنا متحمسين قوي ومبسوطين قوي، لكن ردود الأفعال اللي حصلت كانت فوق توقعاتي تماما يعني. الحمد لله حقق نسبة مشاهدة كما لو انه في رمضان. فانا اتبسطت قوي قوي باللي حصل في الاب الروحي واللي لسه بيحصل والاستمتاع اللي الناس فيه يعني. بيتعرض لي برضو مسلسل تاني على قناة النهار، مسلسل البارون مع عمرو عبد الجليل. اكستريم بقى مصالح، اكستريم عيشة مفترية وقوية، وده اللي شدني ان انا برضو بارون 60 حلقة، فيشوفوني هنا غلبانة ويشوفوني هنا مفترية. بصور دلوقتي مسلسل السرايا، وسبحان الله انا ما كنتش عملت 60 خالص قبل كده، عمري ما عملت مسلسلات طويلة. فجأة بقى كل 60. فجأة الاب الروحي والبارون اتعرض بعد الاب الروحي، والسرايا هيتعرض الشهر الجاي يعني. وكلهم ستينات. ستينات. اوكي. فدول التلاتة ورا بعض. في رمضان بعمل مسلسل اسمه لعبة الصمت، اخراج استاذ احمد سمير فرج، وبطوله ياسر جلال ومحمود عبد المغني ومجموعه كبيره جدا، انتاج شركه فنون مصر، نفس الشركه المنتجه بتاعت الاب الروحي. طيب عايز اسال، انت كان ليكي حظ ان انت اشتغلتي مع مخرجين كبار سينما وتلفزيون. اما اتعرض عليكي الاب الروحي وبيتر ميمي، بيتر ميمي بقاله رصيد بس يعني مش كبير برضه. اول تجربه. ما كنتيش قلقانه؟ وخصوصا انه حتى النجوم الكبار، هو لسه الفنانه سوسن بدر موجوده في العمل، بس مثلا نجمه محمود حميده تاني حلقه كان خلاص. سبع حلقات. هو مروان مصمم كل مره يقول رقم. كل مره يقول سبع حلقات. اقول لك على حاجه، طبعا انا الموضوع ده ما بتاثرش بيه خالص، لان كان ليا تجارب كتيره جدا زمان مع نجوم كبار دلوقتي، وكانت اول تجربه ليهم يعني. انا لما عملت فيلم امير الظلام مع الزعيم عادل امام، كانت اول تجربه للاخراج لرامي امام اول مره، ومعاه عادل امام يعني. سيبك من العلاقات الشخصيه، كمخرج هو معاه نجم كبير جدا، واول مره هيخرج. فدي انا جربتها. في فيلم بقى كان كل الناس اول تجربه، اول تامر حسني اول مره يمثل، سعد هنداوي اول مره يخرج، نزار شاكر اول مره يصور، احمد عبد الفتاح اول مره يالف. كان فيلم حاله حب. هاني سلامه وتامر حسني وهند صبري وزينه وشريف رمزي، مجموعه كبيره جدا. كان كل مره بقى كلهم قصدي اول مره تمثيل واخراج فهي مش اول مره، وبيبقى حبه حماس الناس اللي هي نفسها تطلع احسن حاجه. وده اللي حصل مع بيتر بصراحه، لانه اجتهد بشكل كبير جدا واحنا شفنا ده يعني. طب دنيا، تجربه الستين حلقه دي بالنسبه لك تجربه مش مرهقه، وخاصه ان انت بتعملي كذا عمل في نفس الوقت؟ 60 حلقة. بصي، هو كذا عمل ده بالصدفة يعني. قبل روحي طبعا خلصته، انا كنت بصور البارون الفترة اللي فاتت، والستيل بنصور على الهوا. اللي دخل دلوقتي السرايا مع البارون، لكن قصدي انا ما دخلتش البارون الا بعد ما خلصت الاب الروحي، فما دخلوش قوي على بعض. هي من ناحية مرهقة اكيد مرهقة، بس هو اي شغل بيرهق، whatever 30 60 على حسب شغلك وعلى حسب الوقت يعني. هي كله مرهق، مفيش هي بس بتبقى محتاجة تركيز بشكل أكبر، لأن الموضوع أطول شوية. وعلى فكرة
مش شرط يبقى عدد ايام تصويرك طويله قوي يعني على حسب انت بتصوري لوكيشنز ايه ممكن يبقى 60 حلقه بس المشاهد اقل او المشهد اطول او اللوكيشنز هي هي فمش هتتعب يعني مش هتروحي وتيجي ما بتقلقيش من المط والتطويل في الحاجات ال60 والكلام ده كنت طول الوقت بقلق لكن الاب الروحي كسر ده بقى يعني حسسني بقد ايه انه في ايقاع وان احنا لما عايزين نكسب جمهور ونشد الايقاع ويبقى فيه انا عايزه اقولك الاب الروحي باختصار يعني خلق طاقه جديده عند الجمهور الجمهور دايما كان بيفكر في المخرج او الممثلين ده اللي بياخد باله منه دلوقتي الجمهور انا الناس بتكلمني عن المزيكا عن الديكور عن التصوير الناس بقت تاخد بالها من تفاصيل تكنيك يعني في حاجات ليها علاقة يعني بالتكنيك الناس بدأت تاخد بالها يقولوا لي المزيكا في الأب الروحي الصورة مختلفة فدي حاجة حلوة جدا جدا طيب 1006 رقم الاسماس احنا منورانا في الاستوديو الفنانة دنيا عبد العزيز لأي حد عنده اي سؤال ممكن يبعت مسجز واحنا نكمل كلامنا اما نرجع على طول و... يا دنيا يا سلام طبعا يا دنيا مرسي العفو العفو مكملين معاك وعيد صباحك ومنورانا في الاستوديو دنيا عبد العزيز الجميلة دنيا رمضان مهم جدا لكل الفنانين بس انتي ما كانش فارق معاكي ان يتعرض عليكي شغل والشغل مش هيتعرض في رمضان لا ليا مسلسل في رمضان بس هي ما بتفرقش معايا قوي يعني عمري ما بحسب ايه اللي رمضان وايه اللي مش رمضان الشغل بس هو اللي بيفرق معاكي مش ميعاد عرضه لا خالص وبالصدفه طول العمر كان بيبقى ميعاد عرضه في رمضان أوكي. لكن انا مش من الناس اللي بيفرق معاها قوي امتى وفين لان في الفتره اللي فاتت بقى ترند كده رمضان لا مش رمضان بقى بره رمضان يعني نلاقي شركات انتاج داخله تنتج بره رمضان نجوم كتير داخلين يشتغلوا بره رمضان يقول لك عشان في رمضان الدنيا بتتحرق ما انا كنتش جربت ده غير دلوقتي زي ما بقول لكم الفتره دي اللي انا بجربها يعني طب دنيا يعني برضو واضح ان دي بفرقش معايا حاجات كتيره بس مش حاسه انه اتاخرتي شويه في البطوله المطلقه فكره البطوله المطلقه بتاريخك الفني كله من وانتي طفله بتمثلي ما هو ده يعني بالمنطق لكن بمنطقي انا لا يعني اصلا بمثل عشان بحب التمثيل ما بحسبش بقى انا البطله انا الدور الثاني انا الدور الاخير هعمل دور كبير يعني انا السنه اللي فاتت عملت في ونوس مع دكتور يحيى الفخراني دور صغير جدا واستمتعت بيه جدا لما اتعرض عليا كانوا بيعرضوه عليا مش عارفين هل ممكن اوافق يعني مترددين لا يمكن ما وافقش ورق حلو جدا جدا عبد الرحيم كمال مخرج زي شادي الفخراني العظيم والعبقري دكتور يحيى الفخراني ودور حلو ومختلف ومميز ازاي هقول لا نفس القصه في الاسطوره مثلا ما كنتش عامله دور كبير ولكن دور مهم جدا انا من ساعتها الناس في الشارع انت قتلتي زكريا ليه قتلتي زكريا هو ده اللي بيهمني ده مش معناه ان انا مش عايزه اعمل ادوار يعني لا بالعكس ما انا السنه اللي قبلها عملت في حوالي بوخارست دور مهم جدا انا اقصد الدور ما بيفرقش بقى مشهد مشهدين عشرة باين جدا من اختياراتك هو من الطبيعي اني احسبها بالورقة او القلم بس انا طول عمري عمري ما حسبتها كده انا بحب امثل بحب شغلي جدا بحب احس الحكاية مش هتبروز يعني مقصودش ان الناس التانية بتعمل ده ولكن يمكن هم اذكى مني في ده لكن انا كل مجهودي بفرغه فاني امثل بس مش اني ماركت نفسي اني اظبط وضعي اني لا ما ينفعش انا المفروض ما بعملش ده يعني وده غلط على فكره هو ده مش صح ولكن انا متعتي ان انا ابقى قدام الكاميرا ما عنديش متعه في اني ما بقاش لوحدي في الكاميرا ايوه وعلى فكره ده بالنسبه لي طول الوقت انا بشوفه يعني يقولوا لي انت بتحبي البطولات الجماعيه ولا انا طول عمري من قبل ما يبقى فيه البطولات الجماعيه كنت بحلم بيها وانا طفله كده كنت بقعد اتخيل لو كلنا بنعمل فيلم مع بعض انت عملتي الجراج وانت طفله وكنتوا كلكم مع بعض لا يعني مثلا فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه واسماعيليه رايح جاي والموجه دي انا كنت بحلم بيها من وانا يعني كنت بحب ده عشان كده لما بيجي لي حاجات كده ببقى مبسوطه وقت ايفر بقى سينما او تلفزيون يعني اتكلم ماما مثلا في حاله حب حواري بوخارست اي حاجه فيها عمل جماعي عمل جماعي ده بيبسطني قوي اوكي طيب هنطلع فاصل ونرجع لك على طول ماشي 1006 كمل القهوه بقى المفروض 1006 رقم الاسماس لو حد عنده سؤال عشان هنسال كل اسئله اللينك الجاي على طول للفنانه دنيا عبد العزيز عيش صباحك مع سامسونج جالكسي اي مع مروان ادري وزهره رامي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في
1006 رقم الاس ام اس. احنا لسه مكملين معاكم ولسه ضيفتنا منورانا الفنانه دنيا عبد العزيز. وصباح الفل مره تانية. صباح الفل. خدت بقى نسكافيه فالصوت ظبط ظبط ولا كان مظبوط اللينك الاولاني. تمام. البارون، بدايه البارون بقى ايه؟ كلموكي ازاي؟ السؤال التقليدي بتاع عارفه انت كلمينا بقى عن العمل. كلمينا انا كلموني الحقيقه ورديت عليهم الشركه المنتجه وعرضوا عليا العمل. الشركه المنتجه اول مره تجربه، اول تجربه ليها في الانتاج. ردا على سؤالنا اللينك اللي فات. ايوه. والمخرج ايهاب عمرو اول تجربه لي في الاخراج، وانا ما بقلقش قلت لكم الكلام ده. ولكن اللي زود عدم خوفي ان في نجم زي عمرو عبد الجليل هو بطل العمل، وانا من فانز عمرو عبد الجليل بجد. لذيذ قوي جدا جدا، وعلى المستوى الانساني محترم بشكل فظيع ودمه خفيف جدا بدون ما يقصد. يعني دي جديده. يعني دايما الناس بتقول الافيه عشان بتقول افيه، هو مش قاصد يضحكك، هو كده تلقائي جدا. فطبعا وجود نجم زي عمرو في المسلسل ده حمسني جدا، واختلاف الدور عن عيشه اللي في الاب الروحي طبعا كومبليتلي بقى هناك غلبانه والصعيديه، وكان اول مره اعمل صعيدي في حياتي في الاب الروحي. فلقيت شخصيه فريده اللي في البارون مختلفه، بس شيك وكلاس وتنكا وشريره وفيلنا وجبروت يعني. فلقيت ان في تناقض، ولما يتعرضوا جنب بعض هيبقى في سبيس للحكايه، مش شبه بعض. فده حمسني جدا. انت بتستمتعي اكتر يا دنيا ما بتعملي كيوت وطيبه ورومانسيه وحالمه، ولا شريره وجزه وعندك كده؟ لا، انا بستمتع بكل ما هو فيه تركه مختلفه. يعني ما بيفرقش، يعني انا بخش في المود قوي يعني مش عارفه اقول لك. يعني انا حبيت رحاب اللي في حوالي بوخارست قوي، وغلبانه ومكسوره واختها بتاخد حبيبها جدا، حبيته حب مش طبيعي. وحبيت جميله اللي في الاسطوره اللي بتخون جوزها وبتقتله. فانا مش قادره اقول لك انا بحب ايه. انا بحب اي حاجه تخش جوه المسام كده تخطفك. أوكي. كل الحاجات الغريبه يعني. اوكي. طيب ايه؟ مش عايز تسال حاجه؟ لا لا يعني انت نمت ولا ايه؟ لا 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 سمعنا مروان. طيب طبعا نسمع الاغنيه الحلوه دي، طالبه تسمعيها برضو احلى دنيا. اوكي. ومعانا يا جماعه والله مش عارفه اقول لكم ايه. دلع دلع. ولسه مشرفانا دنيا عبد العزيز، ومكملين معاكم، ولسه هنرجع تاني نكمل كلامنا واسئلتنا. وصباح الفل. لسه منورانا ومشرفانا الفنانه والنجمه دنيا عبد العزيز. دنيا، الاعمال اللي في وقت واحد دي ما بتقلقكيش؟ يعني ساعات بيعدي عليكي وقت بتبقي مش متواجده، شهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، أي كان الوقت قد إيه. وساعات بيبقى في وقت زي اللي إحنا فيه بيتعرض لك أكتر من عمل، ده ما بيقلقكيش؟ أنا ببقى قلقانة طول الوقت، يعني عمل، عملين، ثلاثة، أي حاجة بتبقى قلقاني يعني. بيبقى عندي طول الوقت هاجس نفسي إن العمل الناس تحبه، الناس يعجبها، ما يحسوش إن أنا موجودة طول الوقت برضو. يعني في كذا حاجة بتبقى قلقاني أكيد يعني. دنيا، عايزة أسألك سؤال. أنت عملتي أدوار كتير جدا مختلفة عن بعض الحقيقة. من وأنت صغيرة بنشوفك في أدوار مختلفة، بس أكيد لسه في حاجة ما عملتيهاش نفسك تعمليها جدا. هو أنا حاجات كتير قوي ما عملتهاش، وزي ما قلت لك انا بستمتع بالحاجات المركبه، عشان بس ابقى جايبه المصطلح. كنا نتناقش في اكتر دور بحبه لك، كان دور الخرسه في فوانيس. مجبوره، ده من اهم الادوار واغلى الادوار على قلبي طبعا، لانه جميل صعب. مجبورة. يعني مجبوره. انا قعدت استاذ محمد صبحي جاب لي مدرب من معهد سومو والبكم، قعدت شهر اتعلم الاشارات. ما كانش سهل ابدا عليا الدور ده. فانا بحب الانواع دي، بحب كل دور مركب يعني كل الادوار. وعملت مع استاذ عادل امام عمية عهد كله. فبحب الحاجات الصعبة. حتى لو بتكلم يعني مش قصدي لازم يبقى في عاهة، ولكن أي حاجة فيها اختلاف وشخصية مركبة بتشدني. لو هتقولي لي إيه اللي فعلا نفسي أعمله ما عملتوش وصعب أعمله، لأنه عندنا في مصر الموضوع كان محصور في الفوازير. أنا نفسي أعمل استعراض، لأن أنا من وأنا صغيرة دارسة كل أنواع الرقص تقريبا، في الكلور الشعبي ورقص شرقي وباليه وتانجو وسلسا يعني الله. كل حاجه تتخيليها.
والناس ما تعرفش ده وانا ما بقولش ده والمنتجين ما يعرفوش ده فمكبوته في البيت محتاجه يا جماعه استعراض استعراض بس للاسف احنا ما عندناش زي زمان افلام استعراضيه مكلفه جدا ومكلفه جدا وما بقاش في مسرح زي الاول نشوف اعمال استعراضيه على المسرح فالموضوع مش هيحصل يعني انا بقول لك اللي نفسي فيه انك جبت السيره بقى اخبارك ايه مع المسرح بري كويسة الحمد لله انا وقفت على المسرح من وانا طفلة برضو يعني اخر عرض كان ليا كان رئيس جمهورية نفسه مع محمد رمضان ودي كانت من التجارب اللي انا استمتعت بيها جدا 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 ورحنا اسكندرية وجمهور اسكندرية فظيع ويجنن يعني زواقي جدا زواق قوي وطبعا تجارب كتيرة كان ليا على المسرح بس ايه رأيك في مسرح مصر؟ والله تجربة أنا بحبها جدا ومبسوطة من كم المواهب والشباب اللي بتطلع وبتنجح ودي خطوة حلوة قوي بس معتبرها تجربة مسرحية ولا معتبرها تجربة تمثيلية يعني تصنيفها ايه لان اختلفت الاراء في فنانين كتير في حد لا مش مسرحيه ناس كتير اغلب الاراء اتفقوا على انها بس ولكن انا بسطانيه نوع من انواع فن المسرح لكن لا المسرح مختلف يعني احنا حابب انا الصراحه بتاعتي والله لا انا ما بعرفش خالص اخبي لان المسرح قصه تانية يعني موضوع كبير جدا يعني درامي تاني وحاجات لكن ده مش معناه انه لما يعملوا حاجه مختلفه فهتبقى حاجه وحشه او حاجه فاشله بالعكس هما نجحوا ونجاحهم ده بيفرحنا يعني لما نشوف حاجة زي كده وناس عندها حماس انها تعمل ده فدي حاجة حلوة قوي يعني طب انتي كفنانة بقى ومثلتي كل الحاجات تلفزيون وسينما ومسرح تلفزيون ولا سينما ولا مسرح اتسألت السؤال ده زمان قوي وقلت لو جالي التلاتة في نفس الوقت هختار احلى دور الدور هو المهم نايس. طبعا انا بحب السينما اكيد بدايتي سينما دراستي سينما انا معهد سينما قسم اخراج حياتي كلها سينما اوكي ولكن لا لو جالي دور احلى في حاجه تانية من يعني مسرح او تلفزيون هعمل مسرح يعني الدور هو اللي هيحكم مكملين معاكم هنرجع فصل ونطلع فصل ونرجع في اخر لينك مع الفنانه دنيا عبد العزيز لو اي حد عنده الاسئله هنقراها كلها انا عماله اقول هنقراها وما بنقراهاش بس هنقراها ان شاء الله قلبي زي تراكم الاس ام اس ايوه هوا احنا هوا 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 نلحق طيب بصي سريعا جدا اشرف ثروت وهشام ناجي وناس كتيره بعتوا مسجز مش عارفه اقرا للاسف المسجز وقت بيعدي بسرعه جدا بس كلهم بيصبحوا عليكي وكلهم يعني بيسالوكي اسئله عن حياتك الشخصيه وفي منهم اسئله احنا سالناها لك فناس كتيره قوي صبحوا عليكي كلهم يا رب يوم حلو عليهم وعليكم يا رب وعليك انت كمان يا رب نورتينا دنيا جدا وقتنا خلص بسرعه جدا للاسف انا اتاخرت عليكم بس هندبسك بقى بما انك متضايقه ان انت جيتي متاخره هندبسك مره ثانيه هجيلكوا ثاني هجيلكوا ثاني من اول اليوم بقى ايوه هجيلكوا من 7 ونقعد سيبك بلا برنامج بلا بتاع نورتينا وشرفتينا انا كمان كنت مبسوطه قوي بجد ان انا معاكم والله نورتينا دنيا جدا طيب ويك اند يا رب يكون سعيد بقى ولطيف وكده ففرفشوا خالص وهنجيب لكم الحد من الساعه 7 لحد الساعه 10 ايش صباحك مع زهره رامي وايوان دقيقه وتبقى معاكم رنا خطابو حلقه مختلفه وجديده من بنشجع امهات مصر وكمان اولى نشراتنا الاغبريه يوم جميل عليكم باي 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 باي, باي. كنتم مع عيش صباحك مع سامسونج جالكسي اي مع مروان ادري وزهره رامي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في